suceder otra vez. Va a suceder otra vez. يا شباب جميعا راينا بطوله كبرو استاذ السنه 2023 وجميعا عرفنا انه فريق زيتا اخذ البطوله واخذ الكاس كذلك وكذلك اخذ الجائزه المبلغ جدا هائل. واللي ما تعرف انه زيتا فاز بسنه 2021 وسنه 2022 وحاليا بسنه 2023 يعني حرفيا صاروا اغنياء بسبب هاي البطوله. لكن نترك هذا الكلام وركز انه داني وماريزو سربونا احد الابطال اللي راح يتم اضافتهم في البراول الطق القادم وبالسيزون القادم باسم ميكو او مانكي. لكن قبل ما نبدا بدايه الفيديو اتمنى منك تشترك القناة لان حرفيا نسبة جدا عالية من المتابعين يشوفون الفيديو ما يشتركون، فلهذا اشترك بالقناة وبس خليكم يا الفيديو. ميكو بطل عبارة عن قرد والهجوم العادي الخاص به عبارة انه راح يقفز من خلف الجدار ولاماكن جدا بعيدة وهذا الشيء راح يصير كاونتر للقواضف وكذلك لفرانكو ابطال اخرين. السوبر عبارة انه راح يكون عبارة عن ميزة نفس الجاجت الخاص بالال بريمو او السوبر الخاص بروفوس وراح يدمج على نفس الدمج الخاص بالضربة العادية. وكذلك صرح فرانكو داني انه البطل هذا راح يكون مجاني وكذلك ندرة هذا البطل الخرافي. وهذا البطل راح ينزل يوم 14 ديسمبر وحاليا يعني بعد 18 يوم، لكن بعد ما نزلت هذا الفيديو صار اكثر من 17 يوم لاجل وصول هذا البطل. لكن بعض الاشياء ما عرفتها على هذا البطل، الهجوم العادي قفزه المراوغه، عارفين هذا الاسم من عندي بسبب انه هاي القفزه عباره انه راح تراوغ جميع ضربات الاعداء ومنهم القواضف وكذلك المدى البعيد والسنايبر، حرفيا هذا البطل راح يكون كاونتر لجميع الابطال. دمج الضربه اكثر من 2180 ضرر وهذا الضرر راح يكون جدا خرافي وراح يسوي تاثير جدا عالي للاعبين وراح تقدر تذبحهم بشكل جدا خرافي من خلال المراوغه والدمج. صحه البطل اكثر من 6000 بالليفل 11 يعني احتمال انه راح ياخذ باف على الصحه او الضرر. وكذلك اللي ما تعرفه انه بعد ما يمتي الشريط الاحمر الخاص بالبطل انه راح يزيد من نسبه الضرر من 2180 الى 3306 واحتمال انه المدى راح يطول اكثر. حرفيا هذا البطل راح يكون مدمر للعبه. السوبر قفزه التدمير، السوبر انه راح يطير الى السماء وحرفيا اي شخص راح يكون موجود بدائرة السوبر راح يندفع للوراء وكذلك راح ياخذ دمج على نفس الدمج الخاص بالضربة. الشيء المزعج اكثر بالبطل انه حرفيا القفزة واحدة انه راح استوزعات جدا كبير للاعبين، لكن بعد ما استخدم سوبر حرفيا راح يتفادى جميع الضربات واصلا راح يسوي ضرر جدا خرافي للاعبين. الشحن الفائق قفزة النار، اذا تركزون انه هذا البطل عنده هايبر شارج اول ما نزل، يعني حرفيا انه هذا البطل راح يستوزعات من خلال الضربة والسوبر وكذلك الهايبر شارج. الهايبر شارج عبارة انه بعد ما يستخدم السوبر وبعد ما راح ينزل راح يسوي انفجار ناري يعني نفس الهايبر شارج الخاص ببرل لكن بشكل مختلف او راح يدمر الجدران او راح يطلع اكثر من سوبر. لكن ملاحظه سريعه، احتمال انه هذا الشريط الاحمر راح يكون عباره عن ستار باور مو من عند البطل، احتمال انه راح يكون ستار باور بالفعل افضل المابات لهذا البطل. الماب الاول ماب الشوداون، حرفيا هذا الماب راح يساعد البطل انه راح يتفادى جميع ضربات اللاعبين وكذلك يقفز من خلف السياج وكذلك راح يكونتر جميع المدى القريب. ولكن اذا كان الماب عباره عن جدران ومغلق حرفيا راح يكون له فائده جدا كثيره بسبب انه هو المدى الخاص بالبطل جدا بعيد وكذلك الضربه عباره عن قفز. واذا تبحث على بطل يكونتر المدى البعيد وكذلك القواضف فافضل حل لك هذا البطل، لان حرفيا يقدر يتفادى جميع الضربات المدى البعيد وكذلك يقفز من خلف الجدران لاجل القواضف. ثاني شيء ماب كره العراك، حرفيا انه هذا البطل راح يكون له فائده جدا خرافيه في هاي الماب بسبب انه راح يقدر يرمي الكره ويستخدم الضربه راح يصل بشكل اسرع الى الهدف ويقدر يسجل الهدف بشكل اسرع. الماب الثالث ماب جمع الجواهر، حرفيا انه هذا الماب راح يكون جدا الى فوائد في هذا البطل بسبب انه راح يقدر يقفز ياخذ الجوهره ويقفز مره ثانيه ويرجع الى مكانه وما حد راح يقدر يذبحه. وكذلك اذا اخذوا من عندكم الجوهر بكل بساطه تقدر تستخدم السوبر وتنتقل الى منطقتهم من خلال هذا السوبر، راح تقدر تدمجهم وكذلك تاخذ الجواهر. يعني بكل بساطه اذا اخذوا من عندكم الجواهر وما راح تقدر تفوزون فاقد استخدم السوبر وانت حاليا فزت. هذا اختصر لكل شيء انه هذا البطل الى فوائد في جميع مابات براول ستارز حتى في ماب السطو وماب الخزينه وفي جميع المابات. يعني حرفيا انه هذا البطل راح يدمر اللعبه، ما اقصد انه راح يدمرها بسبب قوته بسبب الجلتشات راح يسويها. تذكرون انه بعد ما نطول البطل ادجر بشكل مجاني حرفيا دمر السيرفرات وما خلى اي لاعب يدخل للعبه بسبب دخول اللاعبين بشكل جدا كثير باستخدام هذا البطل، وحرفيا احتمال انه هذا الشيء راح يصير مره ثانيه. لكن اللي ما تعرفه كل مره نسمع انه يقولون بطل مجاني نتذكر انه راح يسوون على مهمه او من هذا القبيل، فالاحتمال انه ما راح يكون مجاني او راح يكون مجاني لكن يحطون مهمه. لكن ملاحظه اسم الضربه والسوبر والهايبر شارج كلها من عندي، فلهذا لا تتوقع انه هاي اسمها الحقيقي، لكن احتمال يطلع حقيقي او ما اعرف.
أشياء راح يتم إضافها. أول هايبر شارج راح يتم تسريبه هو الخاص بليون. حرفياً إنه ليون أخذ على هايبر شارج. إذا تركزون بالفيديو الخاص بميكو راح تشاهدون إنه ليون عنده هايبر شارج. احتمال إنه الهايبر شارج الخاص بليون إنه بعد ما يستخدم الهايبر شارج يستخدم السوبر راح تظهر أكثر من نسخة تشبه ليون وكذلك مختفين. يعني راح يكونون موجودين لكن بشكل مختفي. يعني بكل بساطة إنه راح يشبه نفس الجادجت الخاص بالنسخة المزيفة. يعني راح يشبه هذا الجادجت لكن بطريقة مختلفة إنه السوبر أو النسخة راح تكون مختفية وما حد راح يقدر يشوفها فقط ليون. توضيح أكثر إنه النسخ راح يروحون على أحد الأعداء وما حد راح يقدر يشوفهم فقط العدو إذا كانوا موجودين عنده أو كانوا قريبين. والتوقع الثاني إنه الهايبر شارج بعد ما تفعله وتستخدم السوبر وتروح عند أحد اللاعبين ما حد راح يقدر يشوفك لحد ما ينتهي السوبر. يعني بكل بساطة إنه راح يكون نفس ليون بسنة 2019. اللي ما يعرف إنه حرفيا ليون في وقت نزوله حرفيا ما حد كان يقدر يشوفه بعد ما يستخدم السوبر. حتى لو كنت بجانب ليون ما حد راح يقدر يشوفك إلا ترمي بشكل عشوائي وتجيب ليون راح تقدر تشوفه لكن بفترة قصيرة. بعد ما تحدثنا عن هايبر شارج ليون راح نتحدث لكم عن السكنات راح يتم إضافتها بشكل رسمي. منذ فترة براوسات زلزلت إن التصويت على أحد السكنات الخاصة بماندي وبايبر وفقط واحد من هذين السكنات راح يتم تنزيله. وبعد ما سووا التصويت سكن بايبر فاز. واحتمال في سيزون 22 راح يتم إضافة هذا السكين وفي سيزون 23 راح يتم إضافة كولت المجاني. لكن احتمال إنه راح يضيفون السكنين في سيزون 22 أو ما راح يضيفوهن. المهم ننسى كل شيء ونركز متى موعد براول تولك. موعد البراول تولك يوم 12 ديسمبر الساعة 6 المغرب في توقيت العراق والسعودية. قبل البراول تولك بيوم واحد إنه راح ينزلون فيديو استعراض للصورة المصغرة الخاصة بالبراول تولك وكذلك عنوان واحتمال كذلك يطلعون إيموجي مجاني. والشيء الأفضل أنا كل سيزون أسوي فيديو أشرح لكم على الأشياء راح يتم إضافتها أو توقعاتي والتوقعات تجي بنسبة 80% حرفيا. المهم انتهينا من كل شيء لكن باكو بعض الأشياء ما ذكرناها إنه راح يتم إضافتها في سيزون القادم. احتمال إنه سكين 8 بيت راح ينزل له نسخة معينة وراح يتم تعديل عليها. يعني إنه راح يعدلون على نسخة 8 بيت الفيروسي وراح ينزلون نسخات على 8 بيت الفيروسي لكن بموديل مختلف. راح يحصل تعديل على السوبر وكذلك على الأنيميشن الخاص بالقتلة وكذلك أشياء أخرى مثل التعابير. وكذلك راح يصير تعديل على مسار الشهرة. احتمال إنه راح يضيفون جوائز مثل ما ذكروا إنه راح يعدلون عليها ويضيفون بعض الجوائز وكذلك راح يضيفون ستار دروب لكن بطريقة مختلفة. وأيضا في سيزون 22 راح يضيفون أوميجا ستار دروب. يعني احتمال إنه راح يضيفون إياه في سيزون 22 وراح يكون إلى تفتيحات مختلفة. راح يكون بكل بساطة نفس الأوميجا البوكس لكن بطريقة أفضل. النظام بكل بساطة إنه راح يكون نفس أوميجا بوكس لكن بشكل مختلف. يعني راح يظهر لك بالستار دروب أكثر من شغلة مو شغلة واحدة. راح يظهر لك سكنات وكذلك ستار باور وأشياء أخرى. وكذلك إنه راح يضيفون مودر 5-5 في هذا السيزون يعني في سيزون 22. لكن احتمال إنه راح يعدلون عليه ويسووه بطريقة مناسبة والجميع راح يستفاد. وكذلك ما ننسى إنه راح يتم تعديل على البراول باس وأشياء من هذا القبيل. المهم وبس وصلنا نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا تخلينا لايك اشتراك في عزيز الجلسة مستمر بالقناة وبس حطنا لايك وسبك يقول لكم ليش ما تحطون لايك يا أخي حط لايك أريد نخلص وبس يلا مع السلامة وي.